معنا الآن من الخرطوم الكاتب الصحفي محمد شمس الدين، أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. إذا في نهاية هذا اليوم، إذا أجملنا ربما أهم الأحداث على الأرض في الميدان، نستطيع نقول أنه لولا بعض الاشتباكات أن الهدنة ما زالت صامدة حتى الآن. تحية طيبة لك أخي يوسف والسادة المشاهدين على ما كانوا. يعني الهدنة للأسف شديد منذ اليوم الأول، و يعني الطرفان عودانا على عدم احترامها للأسف الشديد. الهدنة خرقت منذ الساعات الأولى لإعلانها صباح اليوم. كانت هناك اشتباكات ضارية، نستطيع أن نصفها بالضارية، في عدة مناطق في الخرطوم، في مناطق غرب المطار، في شرق المطار، في الخرطوم بحري. اللقطات بدأت تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما حدث في بحري، في شارع الصناعات، في شارع الإنقاذ، في شنبات البراحة، في حي الفيحاء. كلها اشتباكات يعني تضررت منها منازل، قذائف سقطت على منازل مواطنين. لا يوجد أي معنى من معاني احترام الهدن في هذه الظروف. لو كانت الأمور فقط في على مستوى الطلقات التحذيرية وما إلى ذلك التي استمعنا إليها في 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 جنح الليل، لكان الأمر هينا ولا وصفت بالخروقات البسيطة أو الخروقات الجزئية. ولكن بكل أسف تم انتهاك الكثير مما يعني يمكن أن يتسبب في توصيف الأمر بفشل الهدنة بشكل كامل. الضحايا بتنا نتأكد، يعني بتنا شبه متأكدين أنه حينما يتم استخدام هذه النوعيات من الأسلحة فإن هناك أعداد من الضحايا ستتكشف بعد وقت قصير جدا. لم يعد يتمكن الآن أو لم تعد تتمكن الجهات التي تعمل في مسألة حصر الأضرار من يعني معرفة الأعداد الحقيقية للضحايا. بكل أسف شديد هذا نقوله ونحن في غاية الأسف، لا أحد يستطيع التحقق بشكل مستقل. طيب. أيضا في مسألة الأرقام، أقصد هنا الطواقم الصحفية التي هي عاجزة عن التحرك في صحيح. ظل هذه الظروف والعمل طيب في محمد، الميدان كما يجب. ساعدنا على فهم آلية موضوع إجلاء الرعاية هنا. في تنسيق، في تعاون، لكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمن بالرعاية الأجانب بالدبلوماسيين يلتزم الطرفان، يعني سواء الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، لأن العمليات بدأت. وبالتالي هل نفهم أنه يعني عندما يتعلق الأمر بالضغوط الخارجية فإن الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن عندما يتعلق الأمر بأمن السودان والسودانيين هنا يعني يبدو أنه كل شيء متروك للظروف العسكرية؟ يعني أنت وصفت الأمر بدقة شديدة جدا، لا يوجد أوضح من ذلك. يعني الأمر فعلا هو كذلك، وخرجت الكثير من الآراء و يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بين الكتاب والمثقفين، بين المواطنين البسطاء يتحدثون عن هذا الأمر. لماذا يعني تحترم الأطراف أي نوع من أنواع الضغوط الخارجية؟ والمواطن السوداني للأسف الشديد هو آخر ما يهمهم. الحديث عن الهدن بطبيعة الحال يستتبعها التزامات المؤسسة العسكرية. صحيح هي يعني ستدخل في هدنة، لا تطلق النيران، لكنها هي المسؤولة الآن عن كل شيء في البلاد. هذا ما يقوله جميع المراقبين، وهذا ما يشاهد اليوم في مختلف الدول. حينما تكون هناك تغطيات مفتوحة نشاهد كيف أن القوات المسلحة تتولى زمام الأمور، تعمل على تغطية كل يعني الثغرات فيما يتعلق بتقديم الخدمات عبر المؤسسات الخدماتية. حتى المستشفيات يقوم أو تقوم الجيوش بتشغيلها، خدمات الهندسة التي تصلح الكهرباء وشبكات المياه والطرق، كل ذلك يتولاه الجيش. سلاح المهندسين موجود لدينا، سلاح اسمه سلاح المهندسين، لماذا لا يتحرك؟ هذا يعني هو سؤال المواطنين اليوم، لماذا لا يساعد في مسألة إصلاح شبكات المياه وما إلى ذلك؟ هذه نقاط مهمة. الآن في نقطة أخرى، موضوع القصف الجوي، يعني في تهم متبادلة، حتى بيان قوى الحرية والتغيير تريد وقف القتال مباشرة وخصوصا القصف الجوي لأنه يأتي على مناطق مدنية، فيما الجيش يقول بأن قوات الدعم السريع هي التي تحتمي بالبيوت والمنازل بين السكان، وبالتالي المعركة تجر إلى هناك. موقف هذه الأحزاب، قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأحزاب، مما يحدث وخصوصا انتشار القتال إلى الأحياء السكنية، ما هو؟
نعم، يعني الدقيق في الأمر أن القتال تحول إلى حرب شوارع منذ اليوم الثاني، هذا صحيح. و يعني سواء كان هناك حرب طيران أو غير طيران، فإن القتال انتقل إلى الشوارع، لأن هناك أعداد كبيرة أصلا للقوات المشاة في الجيش ستتحرك إلى يعني وتتعامل مع هذه القوات داخل الشوارع، وشوهد هذا الأمر بالأمس واليوم في أحياء في الخرطوم. يعني المسألة ليست مسألة إيقاف الطيران، الطيران لم يقصف حتى الآن، ولم نشاهد قذائف للطيران موجودة في المناطق السكنية. هذا يعني ربما أنا تابعت العديد من التقارير الإعلامية، تقارير الزملاء، لم يرصدوا قذائف يعني مطلقة من مسيرات أو من الطيران سلاح الجو في مناطق سكنية داخل الأحياء أقصد هنا. صحيح أن المضادات تنطلق من داخل الأحياء إلى باتجاه الطيران، لكن هذه الطلعات الجوية تكون في مناطق مفتوحة، منطقة المطار كلها منطقة مفتوحة، منطقة القيادة العامة، هذا يعني الشريط الذي يمتد على طول تقريبا يعني 3 كيلومترات مربعة، هذه المنطقة منطقة مكشوفة بعيدة عن الأحياء السكنية. الطيران يتحرك جيئة وذهابا شمالا وجنوبا في هذه المنطقة، هذا ما نرصده واضح. بشكل واضح. لكن التحدي ليس هنا، التحدي في كيفية إدارة هذه المعركة على الأرض وتأخر عملية الحسم. هذا ما يتساءل حوله الكثيرون، من هذه الفصائل تتحرك الآن وتتعامل مع هذا الأمر؟ يتم الحديث دائما عن أنه تبقى القليل، تبقت ساعات، تبقت ساعات، والناس تدمروا. الآن بدأت عمليات الخروج من السودان إلى خارج السودان بدءا من اليوم، تحركت عائلات كثيرة عبر الحافلات باتجاه مصر، وهناك من تتحرك باتجاه نعم السودان محمد، على أمل الخروج إلى السعودية ودول الخليج، ممن يقيمون في تلك الدول. لمن استطاع إليه سبيل طبعا في هذه الظروف الصعبة. أشكرك شكرا جزيلا. من الخرطوم كان معنا الكاتب الصحفي محمد شمس الدين.